بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل السباق الثاني لهذا الموسم. وأقيم السباق على كأس المرحوم عبد الهادي العفو وكأس اسطبل الصخير وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهة الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل، وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كأس اسطبل الصخير إلى المضمر الفائز يوسف البعينين، وكأس النادي للشوط السابع إلى مساعد المضمر الفائز محمد حيدر. كما قدم سيد يوسف بوحجي المدير التنفيذي لشؤون العمليات بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كأس النادي للشوط السادس إلى المالك الفائز محمد خالد عبد الرحيم. فيما قدم السيد عبد الرضا العفو مدير عام شركة عبد الهادي العفو كأس المرحوم عبد الهادي العفو إلى الفارس الفائز بول هانغان.